بين التعميم رقم 158 لمصر في لبنان والتحضير لإقرار أنو الكابيتال كنترول، هل بلش تحرير أموال المودعين أم أنو الهدف إبر مورفين؟ من وين رح تجيب المصاري في الدولار لتدفع للناس؟ وكيف منضمن عدم خروج هالدولارات برات البلد؟ مين من المودعين بيستفيد ومين متضرر؟ لأي مدى تعميم المركزي بيتطابق مع قانون النقد والتسليف؟ أو ممكن يكون معرض للطعن؟ هل كل اللي عم بصير هو عملية تمهيد لدمج بعض المصارف؟ بين التعميم والكابيتال كنترول تكامل أو تضارب؟ عنوان حلقة صوت الناس اللي بتتناول أيضاً أزمة التصدير للسعودية وكيف الخروج منها. وضيوف الحلقة النائب ميشيل ظاهر أمين الصندوق بجمعية المصارف والدكتور تنان صباح، الناشط السياسي والخبير المالي زاهر عيدو. صوت الناس مع ماريو عبود الليلي 10:15 المساء على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشونال